السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مسائي ومساءكم أيها الرفاق بكل خير، وحييكم اليوم من قرى بني غرمي في سودة عسير في هذه الأجواء الماتعة والجميلة والممطرة والمنعشة. يسرني أن ألتقي بالأخ علي المسؤول عن هذا الموقع اللي مزبطين فيه بعض الأمور الذاتية وبشغل ذاتي وجهد خاص. علي ينساك الله بالخير، تشرف فيك في سناب بهنا، وانتم من الناس اللي ما شاء الله سمعتكم تسبقكم، وحرصنا والله على زيارتكم في هذا اليوم بدعوة كريمة من الأخ أحمد وبتواجدكم. طبعا عاد حبيب الكل تركي موجود، تركي الغنم. علي عرفني على جهدكم. أولا حياكم الله وأهلا وسهلا، ونشكر لكم مبادرتكم الجميلة في تغطية أعمال هذا الفريق. يا الله يا رب، صباح مساء في إنجاز هذا الطريق الرابط بين مركز تقولي طريق الرابط بين الرابط بين مركز طباب بداية من قرى بني غنمي وصولا إلى وادي فو بمحافظة رجال المع. جميل. طيب نعم. أنتوا تبع لجنة التنمية مركز الحي بقرى بني غنمي، التابع لمركز لجنة التنمية الاجتماعية بقرى ربيعة ورفيدة. ما شاء الله، عسى الله يقويكم، ويشرفنا أننا متواجدين معكم اليوم، وعسى الله يعيننا وياكم إن شاء الله. الله يحييك، حياك الله، مرحبا. الله يحييكم إن شاء الله، توكلنا على الله. السلام عليكم. حيا الله النشامة، حيا الله وجيهكم. يعني أنتم تتمتعون بأجواء جميلة وبمكان جميل، وأنتم راقين بوجودكم بلبسكم بزيكم الجميل هذا، بيض الله وجيهكم. وأنا أتشرف والله أني بينكم اليوم، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية، ورونا ابداعكم. يلا تكرار ونمشي معاهم الان في الممر اللي هم عاملينه الان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلام سلام سلام. هذا الممر القديم اللي اعيد يلا يا دنجا محمد من قريش، رجلا من كل باس ورفعه. يا شباب الصوت الصوت. هنا الشباب، شوفوا كيف صغار الشباب يساعدون كبار السن، يساعدون يبنون، تكاتف جميل من الصغار.
الصغار والكبار، ما يسعد الوجه. شوفوا كيف الكل شغال ما شاء الله، صغارا وكبارا. وهنا الشباب الكبار شغالين في هذا المكان. تركي تراك اعترضت لي يا ابن الحلال، اعترضت لي انا قاعد اصور وانا قاعد. طيب وثق بس ما تعترض لي. لا وراك وراك. شوفوا كيف، شوفوا كيف ما شاء الله. كذلك يسرني ان التقي احد كبار النشامه، العم مرعي. كيف حالك طال عمرك؟ الله يسلمك، الله يقويكم ويعين وياكم ولا يهينكم على كل حال. ايش اللي خلاك تنزل بنفسك مع الشباب وتشتغل هذا المشروع طال عمرك؟ اولا فنبغى نحفز الشباب، بيض الله وجهك، ونعلمهم على ما كان عليه الاباء والاجداد. تمام. كل شيء انتهى، القريه تهدمت، نبغى نعيدها، بيض الله وجهك. الطرق برضو القديمه. نعم صحيح، هذه كانت شيرين حياه التهامه والسراب. صادق. فقلنا نجددها للشباب، وما نحن يا شباب خلاص ما عاد نقدر ننزل ونطلع. ما تقصرون، فيكم خير وبركه. الفكره هذه بناء على ما جانا برضو فكره من الاميره تركي. يا سلام. على كل حال شرفتونا وكثر الله خيركم، والله يعطيكم العافيه. بيض الله وجهك يا عم مرعي. يعني يا عم مرعي ابغى افهم منك انه فكره نشام عسير، فكره سمو سيدي امير منطقه عسير الامير تركي بن طلال، ساعدت فيكم، حمستكم، يعني ارتكيتوا على قولي ترتكي على جبل انك تشتغل فيها وتاخذ راحتك في العمل، تبدع. على كل حال فكره الامير حركت فينا شيء كثير. يا سلام. ونشاط زاد عند الشباب حتى الصغار البراعم دول. اي نعم ما شاء الله تبارك الله. سنة سبع سنة ينزل معنا مسافة والله. العقبة تزبطوا العقبة، عدتوا احيائها عند الحين الى الماء ما شاء الله تبارك. يعني اكثر من نص المسافة انهيناها تقريبا 6 كيلو يعني. انهيناها تقريبا كلها. بيض الله وجهكم. الا الباقي فان شاء الله في الطريق ما شاء الله. وهنا الشباب كلهم كبار وصغار. نعم. يعملون الصغار. ويشتغلون. بيض الله وجهك. شكرا يا عم مرعي، تشرفت فيكم في ابها ناو، شرفتنا بحضوري. برضو شرفتونا والله. الله يرفع قدرك. بيض الله وجهكم يا شباب. بيض الله وجهكم ان شاء الله. بيض الله وجهكم يا شباب. بيض الله وجهكم جميعا. انت وجودكم مع الاولاد برضو الصغار مع كبار السن هذا فيها يعني شيء جميل لكم. وهذا رئيس الفريق الله يعطيه العافيه. والصغير والشباب وكله يعني ما شاء الله فريق عمل واحد. بيض الله وجهكم والله يعطيكم الصحه والعافيه. انا والله اثمن فيكم هذا الشيء، تعبكم وقفتكم شغلكم، وادري والله بحجم التعب اللي انتم عانيتوه في الفتره الماضيه. لا والله ما في تعب، نحمد الله ونشكره بروح الشباب وتواجدهم والكبير والصغير والكل نشيط وما شاء الله يعني تجمع وتقسيم العمل مجموعات وفرق يعني كان في عمل تعاوني وجماعي بشكل يعني منقطع النظير. بيض الله وجهك. لكن نبغى احنا تنزلوا معنا الى تحت. لا والله لا يقرني والله والله ما طلع. اما انزل الى اخر الدنيا لا. بيض الله وجهكم. انا علي صورت من بعيد من فوق وخلاص. لا لازم تنزل من تحت. لا والله مستحيل. الله لا يحوجنا لا. 8 كيلو. 8 كيلو. الله يسعدك. 8 كيلو بس. بيض الله وجهكم. من ضمن تغطيتنا في قرى بني غنمي في أعمال نشام عسير اللي أو نشام الحي اللي ما شاء الله قائمين عليها، يسرني متابعينا الكرام أن أتشرف بالالتقاء بالشيخ أحمد الفاضل نائب قرى بني غنمي في ربيع رفيدة. نعم. الله يسعد مساك طال عمرك. الله يسلمك ويبقي. أولا أنا والله أتشرف بالالتقاء فيك، وأنت نموذج يعني ما شاء الله تبارك الله للأخوان كبار السن اللي قاموا ودعموا واشتغلوا، وسواء ماديا أو أشرفت بنفسك وعطيتهم قوة وعزيمة، فمثلك الله يكتب أجرك. أتشرف أن يكون معنا اليوم ليشاهد الجميع هذا النموذج المثالي. وبيض الله وجهك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على جزي النعمة التي أنعم علينا بها ظاهرة وباطنة. وبالمناسبة فشباب أو نشامة بني غنمي جزء من نشامة عسير قاموا بأعمال يشكرون عليها، وهو تجديد العقبة القديمة من سمى عقبة فو التي كانوا يعبرونها الأباء والأجداد على الأقدام، على الأقدام، ويمشوا بمتاعهم ومصائب محاصيل بلادهم على الجمال والزوامل، وبعضهم يسلها على الأعناق. فنبارك في نشامة بني غنمي وهم جزء من نشامة عسير. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير بالشكر والتقدير والاحترام لخادم الحرمين الشريفين ملك العدل والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز، الله يحفظه، والولي عهده الأمين الشاب الطموح الذي يقوم بأعمال جليلة في خدمة الشعب وخدمة الدين، الله يحفظه، فنسأل الله له التوفيق آمين. والإمكان. وأشكر جميع أسرة آل سعود على ما يقومون به اتجاه مملكتهم واتجاه دينهم، فهم رجال أوفياء، من أولهم المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز، ثم من بعده أبنائه الكرام سعود وفيصل وخالد وفهد والملك عبد الله، الله يوفقهم، الله يرحمهم جميعا. ولا ننسى صاحب الأيادي البيضاء العاملة وهو وزير الدفاع السابق عبد الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، رحمه الله جميعا، والأمير نايف الله يرحمهم رحمه ويغفر الله لهم ويتجاوز عنهم جميع الخطايا والذنوب. ولا أنسى أميرنا المحبوب الأمير تركي ابن طلال، وفقه الله في أعماله وفي أفعاله وفي أقواله وفي جهده، فلمولي جهدا حينما استلم أمارة منطقة عسير، فقام بإنشاء أمور يشكر عليها، ومن طيب حظه أنه وجه هذا الرسالة لنشام الجنوب فتفاعلوا معه من كل جهة، ونسأل الله أن الله يوفقه ويعينه على ما يعلم الخير فيه. كما لا أنسى في الجهود الذي قاموا به أبناء الجيش على حد اليمن، ونسأل الله أنه يجزيهم خير وأنه يمكنهم آمين. من الانتصار آمين. فإنه على ذلك قدير آمين. وأنه يرحم شهدائهم آمين. وأنه يوفقهم لما يعلم الخير فيه. وهذا الذي نريد أن نقوله لك. كما لا أنسى أن البعض من نشامة عسير يحمل رتب عالية، صادق، منهم من هو لواء، صادق، ومنهم مهندس، ومنهم من هو رقيب، ومنهم من هو رجل أعمال، فجزاهم الله خير، فلم يبخلون بالجهد، ولم يبخلون بالمال، ولم يبخلون بأي شيء. لا تنسى المدرسين يا عم برضه، بعض كثير المدرسين الله يوفقهم، الله يوفقهم إن شاء الله، الله يرفع قدرك يا عم، هم رجال العلم ورجال المعرفة، صادق، وهم يدرسون، والله فيهم من أهل الصحة، فيهم من التعليم، نعم، نعم. فيهم. كما أني قد قمت بزيارة الموقع وطلبت منهم عزيمة تخصني أنا لهم، بيض الله وجهك، إكراما وتقديرا لهم، ولكن منعوا وقالوا لا تفتح علينا باب، وأنا في طريقي أشاور القبيلة لإكرام نشامة عسير، نشامة بني غنمي بصفة خاصة، فهم يستاهلون التقدير والاحترام، وهذا شيء لا بد منه، والله يوفق الجميع. هذا من كرمك طال عمرك، وهذا انت تمشي على العوائد الاولى والعوائد القديمه اللي يعملون واللي يشتغلون، لازم من اكرامهم. نعم، وبيض نعم الله وجهك. نعم، وعسى الله يكثر من امثالك. نعم. برضه يا عم احمد، من الكلام الجميل انا سمعته منك ثنائك ولائك لحكام الدوله الذين توفاهم الله عز وجل، هذا الشيء اللي لازم يكون موجود حتى في الجيل الجديد، يتذكرون حكام الدولة من مؤسسها، يدعون لهم دائما بالرحمة. فأنا والله أشكر فيك هذا الأمر اللي أنا صراحة نادرا أسمعه،
صح ان في قلوب الناس وفي وجدانهم ولائهم وحبهم وطاعتهم لقيادتهم، لكنك انت اكدتها بكلامك هذا اليوم الجميل، فبيض الله وجهك. وجهك ابيض، ان حلا ننسى الفضل لمن اوله. صحيح. فالمؤسس رحمه الله جاء على الجزيرة العربية وهم في مشاكل وتناحر فيما بينهم، وأخذ على أيديهم ولم شتاتهم. نعم، ولم شتاتهم، ثم خلفه أبنائه الكرام. صحيح. سعود وفيصل، فيضرب بهم الأمر حتى أن الملك فيصل رحمه الله اهتزت له عروش العالم. صحيح. حينما كان يخطب ويلقي خطاباته ويشيد بالأمة الإسلامية ويطلب نصرها على إسرائيل، الله يكفينا شرها. آمين. وكان يعمل له حساب لكلمة، أنت إذا سمعوا كلام الملك فيصل اهتزت له الدنيا. نعم. ثم لا تنسى ملك الخير والعطاء اللي هو خالد، ففي عهده صار الترح والفرح والمال متيسر. ثم لا ننسى رجل المصاعب ورجل الأعمال الجليلة اللي هو الملك خالد، فقام بنصرة أخواننا في الكويت، فنقول وفقه الله. فنقول الملك فهد قصدك؟ أيوه، الملك فهد رحمه الله. فنقول الله يجعله في جنات النعيم، ويجعل ما قدم وعمل في ميزان حسناته. ما شاء الله، اللهم آمين. ثم من بعده الملك، ملك الخير والبركة والسعادة اللي هو أبو متعب، نسأل الله أنه يغفر لنا ولجميع المسلمين. رحمة الله. ثم استلم الحكم صاحب العدل اللي هو الملك سلمان، رجل الحزم ورجل العدل ورجل القومة والفزعة. فقد فزع الأخواننا في اليمن حينما نخوه بحكم الجيرة، ففزع لهم والله يجزي عنا وخير. ولا تنسى ساعده الأيمن اللي هو سمو الأمير محمد بن سلمان، الله يحميه، وفقه الله والله يحميه من كل شر ومن كل مكروه. ولا ننسى أو كررنا شكرنا وتقديرنا لأمير منطقتنا الأمير استاهل. الأمير تركي بن طلال وفقه الله وجزاه الله عنا كل خير. فحين ينادى لشباب لنشامة عسير حبوا واستقبلوا هذا الندى، حرك فيهم نعم الحماس العمل والعمل والوطنية. نعم. فقاموا كلهم ويتبانون في أداء الواجب في مراكزهم وفي محلاتهم، ومن ضمنهم نشامة بني غنمي، عسى الله يوفقهم ويجيهم عنا كل خير. فمثل ما ذكرت لك منهم من هو في رتبة عالية، استاهلوا كل خير يا عم أحمد. كمثلا ايش رفيقنا اللي هو اللواء محمد بن عبد الله درهم. نعم. ورجال الأعمال، وفيه ناس أنا سمعت رجال الأعمال دعموا برضو من خارج المنطقة. ورجال الأعمال، ولا تنسى إنه كل إنسان سمع بهذا الشيء دعم بماله وجهده، ولم يولي أي مثلا ايش، ولم أبخل بأي شيء يكون أقوال خارطة الوجه الله الكريم. فإن العمل الذي هو مخلص لله سوف يتم، والعمل الذي مثلا مجاملة أو أي شيء فلله المه وسلامة الجميع. بيض الله وجهك، والله يكثر من أمثالك، وأنت داعم ومحفز ومثلك يضرب به المثل. الله، والله يرفع قدرك. شكر لك استقبالك لي هنا ابنك خالد في سناب أبهاناو، واستقبالك بصدرك الرحب بروحك الطيبة بروحك الجميلة. بيض الله وجهك يا عم أحمد. أولا فأنا أشكرك وأقدر شعورك وأقدر وقفتك معنا، فأنا أطلب من الله ثم منك أنك ضيفنا. الله يرفع قدرك يا عم أحمد، وبين أخوانك وجماعتك من طيبك الله يطول وأقاربك ومحبين فيك، فلك الله اللي بيني وبينك. إننا نحب قبيلة بني زيد، الله يرفع قدرك، جزاك الله خير، وإننا نقدر مشايخهم لأن لنا معهم تاريخ. من طيبك، والله من طيبك ومن طلاقتك، ولكن ما نحطه في المقابل.